ولأننا اعتدنا أن نكون بحجم المسؤولية ومع الحدث أينما كان، حيث تواجدنا وبقوة في كل ميدان، والعناوين المختلفة التي أراد المواطن أن يوصل ما يعاني فيها إلى المعنيين، ورصد الزملاء في الديوانية اختصرته هذه الكلمات: كشاهد عيان يعني، وكنت في موقع التظاهرات وشاهدت الجهود اللي بذلوها الزملاء الصحفيين وقناة التغيير وزملاء كادر القناة، حقيقة جهود يشاد بها يعني، لأنه كانت وقفتهم ميدانية وواقعية ومهنية، ونقلوا الحدث وتعاملوا مع ما جرى بكل مصداقية وبكل مهنية. وحين تصدرت التظاهرة الواحدة من تشرين كل الأحداث، كنا ومن ضمن القلائل جدا في توثيق وبمهنية وحيادية ما سيدور من أجواء، مما جعلنا نتعرض إلى مصادرة أهم أدوات عملنا، وجعل من القائمين على الجهاز الأمني يثمنوا دورنا في التهدئة وعدم تصعيد الأمر. أجواء التظاهرات وأجواء الاحتجاجات تشهد مناوشات ما بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، وأيضا ما بين الصحفيين والإعلاميين المتواجدين. ما حدث في الديوانية لم يحدث منذ عام 2003 وحتى وقوع الحادث والتجاوز على الصحفيين والإعلاميين. في أسوأ الأوضاع الأمنية لم يتعرض الصحفي والإعلامي في الديوانية إلى ما تعرض له في تظاهرات 11. برغم ما تعرض له الصحفيون من اعتداءات ومضايقات ومنع ومحاولات لمنع من إداء عملهم، إضافة لأنهم غطوا تظاهرات مدينة الديوانية تحت القنابل المسيلة للدموع وتحت الرصاص، إلى أنهم مستمرون. الصحفي الذي يعمل ضمن هذه الأجواء لا تخيفه تقارير أمنية ولا تمنعه أي مضايقات. ونستمر في العمل لنكون صوتا للمواطن والعين التي تراقب وترصد وتنقل الحدث بمصداقية تامة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.